أطلقت إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة حملة توعوية تستهدف المصابين بأمراض السمنة بالتعاون مع مجموعة المستثمرون بمشاركة خبراء ومختصين في هذا المجال. وتهدف الحملة إلى التوعية بعوامل الخطورة المسببة للسمنة في ظل ارتفاع معدلات السمنة في البلاد في الآونة الأخيرة. وكشفت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة عبير البحو عن ارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة بشكل كبير في الآونة الأخيرة. تشرفنا بافتتاح الحملة التوعوية الخاصة بالتوعية بالسمنة اللي ترعاها شركة اي جي ايفنتس المستثمرون، وتشارك إدارة تعزيز الصحة فنيا وعلميا لتنسيق الفعاليات التوعوية ممثلة لوزارة الصحة. تهدف الحملة إلى التوعية بعوامل الخطورة المسببة للسمنة، نظرا لأن معدلات السمنة في ارتفاع في دولة الكويت. أسباب الوفيات في دولة الكويت هي ما بين أمراض قلب وشرايين، هذه الأولى في أسباب الوفيات، متبوعة بالسرطانات المختلفة، ثم حوادث المرور هي السبب الثالث للوفيات. والسمنة هي أحد أهم عوامل الخطورة للأمراض المزمنة.